في هذا الموعد الاستثنائي، الموعد الختامي لمسابقة كأس الكاف الاتحاد الإفريقي، وهنا أولى الصور التي تأتينا مباشرة من مدينة أويو، تحديدا الملعب الرئيسي، واحد من أجمل ملاعب في نيجيريا، غودسويل أكبابويل إنترناسيونال في مدينة أويو في جنوب نيجيريا. هنا تم الاستقرار على هذا الميدان من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المشهد الختامي، نهائي الكاف بين النهضة البركانية في ثالث حضور في المشهد الختامي أمام قراصنة جنوب إفريقيا الأورلاندو بايراتس، الذي يلعب نهائي آخر بعد أن خسر نهائي 2015. هو يحضر بطل الشامبيونز عام 1995 مشاهدينا الكرام. جماهير مغربية، جماهير بركانية، هناك من يحضر في نيجيريا وهناك من أتى لنيجيريا لمساندة الفريق البرتغالي، فالتحية لهؤلاء الذين أصروا على الحضور في المدرجات لمؤازرة الفريق البركاني، والذي قدم مباراة مثالية كبيرة في بركان أمام تيبي مازيمبي. أربعة على الأطراف في الهجوم، يوسف الفحلي، داي ريمان، والشادراك مونزونغو في الجيل الممتاز بفرضيات رائعة. الفحلي يرفع الكرة في اتجاه الشادراك، ولكن تطول لأنه على ضوء التغييرات التي قام بها المدرب بينغي في الشوط الثاني. الحارس ويلا، لكان الهدف الأول فريق لدينا كرة، أوتو خطير، أوتو خطير، وبعدي يوسف ضايو في التغطية. بان يا شباب في خط الدفاع، خاصة الكرات البينية، لأنه فريق يلعب أكثر على الهجوم حتى عندما يخوض مبارياته خارج أرضية الميدان. الكرة من المهدي أوبيلا رجعت مرة أخرى بركانية إلى التمرير. تلعب هذه الركنية، برافو بكر، برافو بكر، متواجد في القائمة الأول مهدي أوبيلا، وواحد في الشامبيونز ليج، وهذا الشيء مهم جدا بالنسبة للكرة المغربي. عنده من الجهة اليمنى مراوغة من موسيلي، يرفع موسيلي مرة عالية، هذا مجددا. شوف هنا، شوف هنا الإعادة العرضية من موسيلي، وشوف الارتقاء، غير معقول، غير معقول، شيء رائع. هذا الحضور القوي للأندية المغربية في الست سنوات الماضية على مستوى أوتو، أوتو يسدد، يرفع كرة، والحمياني على مرة أخرى كرة اللاعب أوتو، يعني كل كرات السابسة ينفذها اللاعب أوتو. تقريبا البحري قادر أنه يتفوق على اللاعب أندا. هنا العرضية تتحول مباشرة إلى، أصلا نتكلم عن دايو وتكلم عن إسماعيل المقدم، تموضع السلام من حمزة المساوي، يرفع داخل منطقة الجزاء الشرقي البحري، من يتابع مساوي شادراك، انطلق المساوي
يا شادراك، لا يا شادراك، لا يا شادراك، كان عندك حلال فعلا حاضرا، ترفع ديال الكره والراسيه، ولكن هنا مرت تصرف مره الكره ليوسف الفحلي العرضيه الراسيه، ولكن لا زالت في رقابه اللاعب دلاميني العرضيه، وبرافو بالراس بعدي، بعد ذلك بعدي يرفع بعدي، ولكن بعيده يا عبد الكريم، مباشره لمن الشرقي البحري، برافو الشرقي، رجعت مره اخرى اورلاندو بايرتس، لارتش يستلم هذه الكره، تعطيها بالراس شادراك، بعد ذلك حمزه مهمه جدا نحو التتويج، بينما الكره خطيره، او دايو يا الحمياني، برافو، واعتقد ان الانطلاقه الفعليه للحمياني في المنافسه كانت لاعب الشرقي البحري، رجعت مره اخرى لفائده الاورلاندو، كورتك يا الحمياني، برافو، شادراك في الاستلام، شادراك يحاول يمر، شادراك ولكن في ضربه مساوي، والفحلي المساوي، الفحلي عندك يا الفحلي، عندك يا الفحلي، والمساوي العرضي، المهاجمين حذاري من سرعه المهاجمين، خطيره دايو، برافو، برافو برافو دايو، بعد ذلك الحكم قال بان هناك خطا عليك، دايو ممتاز، دايو ممتاز، هذه الاجمل لك، لانه لم يسمع التمويه في هذه اللحظات، اوتو مرت عاليه لحسن الحظ، هذه الضربه الكنترول رائع، يوسف شوت يصعد في هذه الكره البينيه رائعه، الفحلي بعد ذلك كاد يفعل ذلك، السلام من البكر الهلالي، بكر العمق، هذا ما قلته مشاهدينا الماضيه، تلعب هذه الضربه الحره مرفوعه داخل منطقه الجزاء، بالراس سليبي يبعد الخطوره براسيه، يا فلورون يا ايبينغي، اذا ننتظر، لا يسدد خطيره، لازالت صعبه، الحمياني برافو هنا باكر اساء الابعاد، وصلت لي، رائع الحمياني، رد بالك يا الحمياني، والعربي ناجي، والتغطيه من طرف اللاعب لورتش مقطوعه بشكل ممتاز، وهنا والحمياني من يتابع الكره الثانيه، خطيره جدا، طلع يا باكر ممتاز، نقطه الضوء الوحيده في فريق البركاني، الوحيده في مره اخرى الكره العاليه، الحمياني يخرج هنا، مشكل، طلع يا بكر ممتاز الحمياني، غلطة كبيرة مرة أخرى، ومن ينقذنا هو حمزة الحمياني، فيها مراوغة وفيها عرضية، والرأسية حاول فيها اللاعب الشرقي البحري، ونعتقد يا فلورون يا إيبينغي حان موعد التغيير، فلورون إيبينغي حان طويل، لأنه سرعان ما يخسرون الكرة الأمامية، الحمياني يا خطيرة دي، الحمياني برافو، توقعت بأنك ستتجرأ وستخرج بشجاعة لتقطع هذه الكرة، والله برافو، اليوم 10/10 ما يقوم به الحمياني على مستوى التقدير، عندك يا الفحلي، مرر بكر لا زالت بركانية يا بكر، حاضر على مستوى الحراسة، بينما الكرة العرضية، امشي يا شادراك المساوي، العرضية المساوي، وبالراس ممكن أوفوري على مرتين، يتصدى لهذه الكرة، هذه العرضيات التي كنا ننتظرها يا المساوي، يرفع كرة على القائمة الثانية، وأوفوري يختبر، زيد دائما أوتو يرفع على القائمة الثانية، خطيرة، ارفعها يا بعدي في القائمة الثانية، وبالراس غير معقول، هذه فرصة لفريق النهضة البركانية، هل كان في لمسة يد في اللقطة الماضية لبكر؟ بكر الهلالي كان في لمسة يد لك يا بكر، عموما بالسلامة بكر، لأن الفريق هنا الأورلاندو خطير، وبعدي يفتك، عندك الفحلي، والعرضية شوت إذا تلعب هذه الركنية، الحمياني برافو الحمياني، فعلا اليوم أحسن لاعب في نهضة بركان هو الحارس حمزة الحمياني، الوانتو اوتو مر على يوسف، اوتو خطيرة غير معقول، خطيرة هذا اللاعب، لو يتركون له المجال ليكون خطير جدا، والعربي الناجي هناك شد عضلي، هون الكرة في العمق ممتازة، والعرضية هذا سيكازوي صفر، والفحلي يتقدم، جول الفحلي، جول
علي البراكنة مشاهدينا الكرام. النتيجة تتغير في الشوط الإضافي الأول، وهنا الإشارة للعالمية المغربي. نعم، وكان الفحل يقول نحن نمثل المغاربة وليس فقط البراكنة. برافو يوسف الفحلي، يهز الشباك في هذه اللحظات. 1-0، لكن المباراة لم تنتهي. ما يسددش يا شباب، ما يسددش. والحمياني غير معقول، الحمياني غير معقول، غير معقول، غير معقول. هدف يأتي في الدقيقة 117، هدف يأتي في الدقيقة 117. يعني كرة غريبة تستقر في شباك مرمى حمزة الحمياني. مشاهدي الكرام، كنا في غنى تماما عن مثل هذه الكرات. يعني الطريقة كيف دخلت الكرة غريبة، يعني لم تسدد بقوة، مرت أمام جل المدافعين. والحمياني في نهاية المطاف جيلي يسجل. إذا يتقدم في هذه اللحظات المساوي. إذا لورش يتقدم. لورش وحمزة، برافو. كورتك يا حمزة. الزغودي يتقدم. ما بص الحمياني. حمياني اسماعيل المقدم يسجل. هي صفر، يعطي الاشاره. موناري وضعيه. يوسف ودايو يسجل. اوفوري، حمياني، كورتك يا الحمياني. البحراوي وجول لأخذ قسم من الراحة في السعيدية قبل العودة إلى أجواء الدوري المغربي، لأن الموسم لم ينتهي بعد، وبالتالي عندهم مباريات في الدوري المغربي من أجل المنافسة على أحد المراكز الإفريقية. والله يعني أنا تمنيت أنه الكاف يعمل بنفس نظام الاتحاد الأوروبي، أنه الفائز بالكاف يشارك في دوري أبطال إفريقيا. وأتمنى أنه الكاف يأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة كتكريم للفائز بلقب الكاف أنه يشارك في الموسم الموالي في دوري أبطال إفريقيا. هذا سيشكل حافز بالنسبة للاعبين. نتمنى أن يحدث ذلك. إذا تكريم اللاعبين البراكنة، أوبيلا، تويسيلا، كيسيندا، كامارا، العربي الناجي، الهلالي بكر، برافو بكر الهلالي رغم الإصابة، لكن لعب مباراة بطولية. لا ننسى بأنه بعض اللاعبين غير جاهزين بدنيا 100%، ولكن لعبوا اليوم بقتالية. النموذج طبعا بكر الهلالي، برافو العربي الناجي. مباراة كذلك لا تقل قيمة عما قدمه لاعب بكر الهلالي. هادو من التوابت، من الأعمدة الأساسية في خط وسطي الميدان. مشاهدينا الكرام، إيبينغي كذلك الذي تعرض لحادث سير منذ أسابيع، ولكن رغم الآلام ورغم المعاناة هو حاضر بجانب فريقه، يشرف على فريقه، بالتالي جات الفرصة ليكافئ هو الآخر بلقب كاف للأول مرة في مسيرته كمدرب. مشاهدينا الكرام، طبعا موسم إفريقيا لم ينتهي بعد، لأنه بعد أيام قليلة يوم الثلاثين من شهر الحالي سيكون الموعد مع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري في مدينة الدار البيضاء، تحديدا مركب محمد الخامس. طبعا تحية كذلك لكل من رافق النهضة البركانية، ذكرت فوزي لقجة، ذكرت سعيد الناصيري، خليل الرويسي كذلك، طبعا ضمن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ونقول مبروك مرة أخرى لكل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة بهذا اللقب الغالي، وتتواصل مسيرة التتويج بالألقاب الإفريقية. هذا ثالث لقب على التوالي بالنسبة للكرة المغربية. في هذه اللحظات يظهر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هنا مصافحة لموتسيبي. ولا ننسى طبعا الكل اليوم الذي ساهم في هذا الإنجاز، ولا ننسى كذلك الجماهير. لولا الدعم الجماهير كذلك في بركان، رأيتم الإبداع جمهور البركاني. هذا ليس بغريب عن ساكنة بركان وجمهور النهضة البركانية الذي أبدع في كل المباريات، وشفنا نموذج رائع جدا صوّق بشكل جيد تيفو الجمهور البركاني والأورانج بويز في مدرجات الملعب البلدي لمدينة بركان. يصعد كذلك محمد العزيز، واحد من الأوفياء والمخلصين لفريق النهضة البركانية. تحية من رئيس النادي أيضا حكيم هنا.
إذن في هذه اللحظات سيتم تسليم الكأس لقائد الفريق محمد العزيز، يرفع الكأس الإفريقية الثانية لفريق النهضة البركانية. لحظات تاريخية، صور ستؤرخ في مسيرة فريق النهضة البركانية. بالأمس القريب رفعوا الكأس في العاصمة المغربية الرباط، ولد يحيى كذلك إلى جانب موتسيبي الموريتاني مع موتسيبي في لحظة تسليم الكأس الإفريقية لرئيس النادي وكذلك للعميد في هذه الأثناء. محمد العزيز سيرفع الكأس، محمد العزيز سيرفع الكأس في لحظات تاريخية هنا بأويو النيجيرية. ارفعوا علي شانها شانها البراكنة، يرفعون الكأس في هذه اللحظات في صور للذكرى وفي صور تؤرخ لتفوق وتألق النهضة البركانية على الصعيد الإفريقي. برافو بركان، برافو بركان، يعلي شان الكرة المغربية، يعلي شان الكرة المغربية ويعلي الكأس الغالية هنا في سماء نيجيريا. لقب آخر ينضاف إلى سلسلة ألقاب الكرة المغربية. إذن مرة أخرى مبروك، ألف مبروك، وعودة سالمة وآمنة للديار المغربية. هكذا يصور الاحتفالات، هكذا يصور الفرحة بالكأس الغالية. وأكيد الفرحة كبيرة في بركان وفي كل المدن المغربية في انتظار المزيد من الإنجازات. برافو يا رجال، مبروك لكم، وإن شاء الله القادم أفضل كذلك بمزيد من الألقاب. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله. الكلمة تعود من جديد لأحمد فؤاد في الاستوديو التحليلي. إلى اللقاء. شعر ما قتلونا بالاسماء والفاكر ديما.